الزباله ديت حد بيشيلها ولا لا يا عبد الرحمن؟ فين وفين؟ فين وفين؟ لا ما عاد يشيل منهم شويه. الزباله ديت مين اللي بيرميها كده؟ الناس. بتزهقكم وانتوا قاعدين في المدرسه؟ لا ما بتطلعش ريحه. طلعش ريحه؟ طيب انت بترمي زباله هنا انت كمان ولا لا؟ لا. طب ما قلتوش لمدير المدرسه على الزباله دي؟ هو ما بيعملهاش. هو السكان بيرموا وبرضه العمال النظافه ذات نفسهم بيجيوا. لما بيخلص اللودر حضرتك الصبح اللي هو تبع حي الهرم بيشيل جزء من الزباله والباقي زي ما حضرتك شايف بيبقى ده المنظر. لا ما تعرفش بيفرق عن منظر الصبح. احيانا بيجي عامل نظافه بيجي ياخد خدها ماشي ويرميها جنب المدرسه ويرميها جنب المدرسه ممكن يجيب من بره ويرمينا. ده مقلب زباله. بس انا قصيت حضرتك كلها مش في الزباله. الزباله دي حاجه احنا كمواطنين عادي. قصيت انا جنبيها مثلا بتيجي اتوبيسات سياحيه فبينزل سياح فبينزل السائح اقصاها يوصل هنا يقوم راجع. السكان بيجيبوا في المنطقه دي. هو الحي بيجي يشيل الحاجه دي كل يوم الصبح. كل يوم الصبح بيجي يشيلها. طب ما طلبتوش بصناديق مثلا؟ لا ما فيش صناديق. ما جابوش صناديق. لكن هو الحي. والوضع ده مستمر بقاله قد ايه؟ لا زباله كتير مش شويه يعني يوميا بيجي الحي وبينظف. لا طبعا مش مناسب. طب السياح لما بيقول لك انت بتبقى شايف انطباعهم عن الوضع كده ايه؟ بيبقوا شايفين الوضع ده ازاي؟ والله هم بيبقوا شايفين الوضع ده في خريطة مصر مش هنا بس. يعني في الهرم في شارع ابو غلول السياحي في اي مكان.